مالك محمد؟ ايه رايك هو مثلا يعني النظام مثلا مش وحش، بس انه فكره ان احنا في ناس بتقول ان هو هيبقى 60 سؤال في 3 ساعات، طب احنا هنحل يعني هنلحق نحل ازاي؟ وبعدين الفكره الثانيه في ان هم بيلخبطونا، يعني احنا ماشيين احنا عارفين ازاي ومدرسين بيمتحنونا بطريقه معينه، ففجاه يطلع في نص السنه او في اخر السنه خلاص، يعني احنا خلاص بنخلص يقولوا لا النظام اتغير، واكيد احنا مش متعودين كده يعني، ف هو مش هيبقى كويس. الهدف ان هي يعني تمنع الريشمشنيات. طيب ماشي، هو ما نفس شكل الامتحان بس يبقى في كراسه اجابه. ماشي ما ماشي ما فيش مشكله، بس هو مين قال لك ان مش هنعرف نغش برضو؟ يعني مش قصدي حاجه، بس هو لو حد عايز يغش، لو حد حاطط في دماغه ان هو يغش فهو يخش يغش. يعني ايه الصعب في الموضوع؟ ما هي خبي تليفون في اي حته او اي حاجه، مش شايفاها حاجه صعبه. يعني لو واحد حاطط في دماغه ان هو يغش فهو يعرف يغش. هو كويس، بس في يعني اسئله الفهم دي هتبقى صعبه على الناس اللي هي مش مذاكره كويس او اللي هم مش فاهمين حاجه. اللي حافظين بس هم اللي هيتعبوا في الموضوع ده، لكن انت مذاكر والمدرس بتاعك بيشرحك ويفهمك يبقى خلاص. هو زي في مصر عندنا قال لنا ان هو هيبقى سلاح ذو حدين، هيبقى كويس للفاهمين ومذاكرين كويس، وهيبقى وحش على الناس اللي مش فاهمه اي حاجه خالص. وحش قوي، كتير اسئله بالهبل ونرغي بقى وحاجات كده. يعني هو يبقى معظم اختيارات الفصل غلط؟ لا لا لا، مفيش اختيار، ده فيها اسئله كتير جدا وما النتائج وبما تفسر وحاجات كتير قوي. امتحاننا كتير قوي. امتحاننا منه كتير قوي. لا عادي، هنغش عادي زي القرف والله العظيم. بيقول لك 30 ورقه وبتاع، واحنا مفيش الكلام ده. يعني ما غشش 30 ورقه دي مجال. هو الامتحان بس هيبقى في يعني هيبقى ورق الاسئله تبقى مع ورق الاجابه عشان يقلل الغش. مش هعرف اقول له حاجه. من رايي ان هو هيبقى نظام كويس انه يقلل الغش وبتاع في الالكتروني، بس مش ممكن ما يقللش الغش اللجنه، بس عشان ممكن حد يغش حد في الاجابات عشان مثلا يبقى اختياري او صح وغلط او كده. مش عاجبني طبعا ان احنا مش من صغرنا مش متعودين على كده. يعني جاي هتغيرها في سنه اللي هي بتحدد لي كل حاجه اصلا، المستقبل بتاعنا جاي يغير كل النظام. احنا مش عمرنا ما خدنا على النظام ده في نفس الورقه، بيقول لك الاجابه تبقى في كلمه معينه عايزه ما لقاش يبقى الاجابه كلها غلط. يعني بيتكلموا في ماشي غير كده. لا الاسئله المقاليه قال هيبقى في كام سؤال مقالي، والمقالي ده اللي هو يعني بنرغي فيه شويه من الايه، مفيش رغي مفيش اي حاجه في الاسئله المقاليه، عايز كلمه معينه ما لقاهاش، اللي بتاع كلها غلط، حتى مش بيدي نص درجه ولا بيدي درجه. كل ده ما ينفعش ثانويه عامه، بتتكلمي في مستقبل. فاللي هو ازاي يعني المفروض من صغرنا يعملوا النظام ده من زمان عشان نبقى متعودين عليه. لا حتى مش من اولى، يعني الاجيال اللي طالعه بقى فاهماني، مش جايين ثالثه ثانوي سنه اللي هي فيها كل حاجه وجايين يحددوا النظام ده. طب الوزاره قالت ان هي هتنزل نماذج على الموقع بتاعها لمده يعني 4 شهور او 6 شهور قبلنا على الامتحان عشان تتدربوا عليها هنا في المدرسه. طب انا عايز اسالك سؤال، انت هو انت ينفع يعني انا مثلا امتحان ثانويه عامه اتدرب عليه من 3 شهور؟ 3 شهور بس، احنا داخلين من شهر 8 ما جاولناش سيره، لسه عارفين في شهر 1 يعني بقى لنا 5 شهور بنتدرب على حاجه ثانيه، ولا 4 شهور ونص جايين يغيروه في شهر 1؟ يعني معلش مفيش حد عاقل كده بيعمل كده في ثانويه عامه. انا مش شايفه، يعني انا شايف ان هو نظام حلو مش هيظلم حد، بس ما كانش ينفع يطبق علينا احنا السنه دي وقبلها ب3 شهور. وشايف برضو ان معظم الناس اللي قالت ان النظام ده ناجح بره جاز عشان هم من صغرهم متعودين عليه، وحتى الناس اللي بعتوهم يعني الاختبارات عشان يقوموا الاختبار ده هنا في مصر كلهم مدارس انترناشونال، يعني الحاجات ديت بالنسبه لهم عادي. هو بالنسبه لهم الموضوع ده حلو، لكن بالنسبه لنا احنا السنه دي صعب جدا يتطبق. هي موضوع فاشل بس مش اكتر. يعني هيضيع مستقبل ناس كتير من الاخر. طيب الوزاره هيبقى لكم حوالي 5 شهور؟ مش هنلحق، احنا من صغرنا احنا بقالنا 14 سنه بنمتحن امتحانات عاديه اللي هو بالطريقه دي، ازاي في 4 شهور ولا 5 شهور نلحق نلم مثلا او نتعود على طريقه امتحان جديده؟ طب الوزاره قالت ان يعني هو الامتحان مش هيتغير في اي حاجه، نفس الاسئله اللي كانت بس هتجيلكوا يعني مدمجه مع ورقه الاجابه عشان تمنع الغش. انا هو ما فيش حاجه اسمها تمنع الغش، الغش مش هيتمنع هنا في مصر، بس عموما يعني اللي انا شايفه او اللي انا سمعته ان النظام هيجي فيه اسئله اللي هي ابداعيه والكلام ده، وهيلغي المقاليه وكده. بالنسبه لنا الموضوع ده هيبقى فاشل، مش هينفع يتطبق على السنه دي في الوقت ده.